مرحبا يا سابع، كيفكم؟ أتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحة جيدة، وأتمنى تكونوا بتتابعوا دروسكم كمان. يعني لاحظت إنه ما في حدا عم بيبعث لي ملاحظات، فبفترض إنه الأمور تمام وإنه ما في عندكم أي ملاحظة على الدروس. اليوم رح نكمل الوحدة اللي كنا شغالين عليها من الأساس، اللي هي الوحدة الثانية برنامج معالج النصوص وورد. اليوم رح نبلش موضوع جديد اللي هو درس الجداول. طبعا اذا في دروس احنا مشينا عنها، فاحنا زي ما متفقين انه في بعض الدروس حتى التربيه، فانا ما راح اتطرق لها مباشره، راح اروح على الدرس اللي وراه. فاليوم راح يكون درسنا هو درس الجداول. شو بنتوقع منا بعد ما ننهي هذا الدرس؟ بنتوقع انه نكون عارفين شو المقصود بالجدول، ايضا انه نكون قادرين على انشاء جدول، نكون بنعرف اليوم ندخل البيانات الى داخل الجدول بعد ما ننشئه ونعبي عليه بيانات، ايضا انه ننسق البيانات بداخل الجدول من حيث حجم الخط، النوع، النمط وما الاخرين. ايضا راح يكون في عنا اللي هو كيف بنتحكم بالجدول، بنغير عرضه، بنغير مكانه. ايضا لازم نكون بنعرف كيف بنطبق او كيف بنضيف او بنحذف اعمده على الجدول او صفوف من الجدول بعد ما انشاءه. بدايه اكيد لازم نعرف شو هو الجدول. الجدول اللي يقصد فيه هو مجموعه من الاعمده والصفوف المتقاطعة التي تشكل مجموعة من الخلايا. صفوف وأعمدة تتقاطع مع بعضها البعض بتشكل ما يعرف بالخلايا. الجدول مهم جدا وله أهمية خاصة، اللي هي إنه بنستفيد منه بإنه إحنا بننظم عرض البيانات بأنواعها للوصول إليها بشكل سريع. يعني ممكن عبر بيانات رقمية، بيانات نصية، بتبين أو بتوضح لنا البيانات هاي، ونقدر إنه إحنا نستدل على أي شيء بدنا إياه من خلال هذا الجدول. اليوم رح نتعلم كيف رح ننشئ جدول، كيف رح نتحكم فيه. فمباشرة رح أروح على برنامج وورد لحتى ننشئ من خلاله جدول. نفتح برنامج الوورد زي ما احنا شايفين أمامنا، عنا الشاشة الرئيسية. وزائد بحب إنه تكون لما بشرح الدرس يكون معكم الكتاب. نحن اليوم بصفحة 40 بإنشاء الجداول. من الفقرة الأولى عرفنا تعريف الجدول، بعدين في عنا إنشاء الجدول بين أهميته اللي هي تنظيم عرض البيانات بأنواعها، ورح نروح مباشرة على خطوات إنشاء جدول زي ما نحن شايفين بالكتاب صفحة 40. حطينا الخطوة. ضع المؤشر في المكان الذي تريد إدراج الجدول فيه. لازم أحدد المكان اللي بحط فيه المؤشر. أنا هون عم بحدد وين بدي أحط الجدول، عملت المؤشر بالمكان المطلوب. اثنين، بدي أروح على تبويب إدراج. من تبويب إدراج في عنا أداة الجدول، هاي الأداة لاحظوها كتير مهم عنا نعرف شكل الأدوات. هاي الأداة إذا إجت بالامتحان تحكي لي هاي الأداة هي لإنشاء جدول. في عنا سهم صغير هون بنفتحه. في عندك مجموعة من الأعمدة والصفوف. شو رح نعمل؟ رح نأشر بالماوس على عدد الأعمدة وعدد الصفوف اللي بدنا ندرجه. على سبيل المثال لو طلبت منك تدرج جدول بيحتوي على 4 أعمدة وأربع صفوف، فرح ناخذ المؤشر 1 2 3 4 أعمدة وبننزل 1 2 3 4 صفوف. هيك في عنا إذا بتلاحظوا عم بيكتب لنا 4 بـ4، يعني عدد الأعمدة 4 وعدد الصفوف 4. نضع المؤشر بالشكل هاد، بنلاحظ إنه صار في عنا على شاشة الوورد جدول جديد بضم 4 أعمدة بـ4 صفوف. في عندك جرب بنفسك. هناك أداة تستخدم لرسم جدول إذا بدنا. كيف رح نستخدم هاي الأداة؟ رح نشوفها على سبيل المثال. في عنا من نفس التبويب إدراج من أيقونة الجداول، في عنا هون كلمة رسم جدول. إذا ضغطنا عليها بنلاحظ شكل المؤشر تحول إلى شكل القلم. بنرسم فيه الجدول بدنا إياه رسم إذا ما بدنا ندرجه. نعم، هون إحنا بنتحكم بعدد الأعمدة، عدد الصفوف، الحجم تاع الأعمدة وحجم الصفوف. إذا هون أنا ممكن أرسم الجدول أنا رسم بإيدي بالطريقة اللي بتناسبني، بدل ما إني أدرجه زي ما عملنا بالطريقة اللي قبل شوي. قدر التنتين الوظيفة الأساسية فيهم اللي هي إدراج جدول، تمام؟ إذا ممكن تستخدم أنت الطريقة اللي بدك إياها. أنا هون بس للتطبيق لتشوف كيف ممكن نعمل رسم للجدول بإيدينا. طيب هلا رح نحكي عن كيفية إدخال البيانات اللي داخل هذا الجدول. طبعا إحنا حكينا مجموعة من الأعمدة. العمود اللي هو هذا الجزء يسمى عمود، والصف اللي هو هذا الجزء يسمى صف. إذا أفقيا هو صف وعموديا هو عمود. الخلية اللي هي هذا الجزء، القطعة الواحدة هاي بنسميها خلية، تمام؟ أوكي، هاي عنا خلية واحدة. هلا كيف ندخل البيانات؟ نحط المؤشر جوا الخلية
ونبلش نكتب بالكيبورد مثل ما بنستخدمها في مثل ما كنا نكتب على صفحة الوورد، رح نكتب جوا الجدول هون. لنفترض ان انا بدي اطبق المثال الموجود بصفحة 43. في عندك مثال عم بيعطيك اسم الطالب، رح اطبق المثال الموجود عندنا اسم الطالب، نضع المؤشر في الخلية التالية أو فينا نتحكم بالأسهم، تاريخ الولادة. إحنا عم بنطبق مثال، في عنا العنوان، عنا الهواية هون، عم بنعبي بيانات لطلاب موجودين. أنا طيب رح نكمل كمان، عبي كمان صفين، لنفترض هذا الطالب اسمه خالد محمد. أنا عم بطبق المثال الموجود بالكتاب بصفحة 43، يوسف نظام، يعني مثلا رح أحط سمير محمد. في عنا مثلا بدنا ندخل تاريخ الولادة، برضو الأرقام ندخلهم بنفس الطريقة، والأرقام ندخلهم بنفس الطريقة اللي ندخل فيها البيانات كالتكست والنصوص والأرقام بنفس الطريقة. نعم أنا عم بدخل عشوائي. تمام، برضو كمان في عنا الرموز، مثلا ممكن إذا بدنا نفصل بالشرطة مثلا، نستخدم الرموز الأحرف والأرقام كله بنفس الطريقة. لاحظ إذا بدنا ننتقل من خلية لخلية بنضع المؤشر فيها وبننتقل مباشرة لإلها. طبعا في عنا أكثر من طريقة للتنقل بالخلايا، في عنا مفتاح التاب، التاب معمول للجدول لننتقل بالخلايا. لاحظ لما وصلنا لآخر خلية وإذا عملنا انتاب بيفتحنا صف جديد مباشرة. في عنا سألنا سؤال إنه شو بيصير لو إحنا ضغطنا إنتر بالمؤشر بآخر خلية، رح يفتح لنا صفحة أو رح يفتح لنا سطر جديد. أنا هيك عبيت البيانات بدي إياهم بداخل الجدول. هلا حدا رح يسألني إنه أوكي البيانات ممكن صغير الحجم الخط أو ما آخره. هون بياخدنا هذا الموضوع لإنه إحنا ممكن ننسق البيانات مثل ما كنا ننسق أي نص موجود بالوورد. ممكن أضلل النص وأروح أنسق البيانات بالطريقة اللي بدي إياها، أكبر حجم الخط، ممكن أعمل له توسيط محاذاة عملته بالوسط، ممكن أغير لون الخط، مثلا هون عملت تغيير للون الخط، ممكن أعمل له النمط كمان بولد إيتاليك. فإذا بنسق النصوص بداخل الجدول مثل ما بنسق أي نص موجود. طب هلا في عندك ليه تغيير عرض العمود، هاي بدنا نستفيد منها، انه ممكن الاحظ انه الاعمده مش ما بدي اياهم متساويين، فبالتالي ممكن انه مثلا العمود للهوايه اصغره، نحط المؤشر بالطريقه هاي. طبعا رح تحكي لي هذا كيف بيجيني السؤال. هلا بدك تحفظ لي كثير مهم انك تحفظ شكل السهم، اذا كان السهم بالمؤشر على شكل سهمين متعاكسين هذا يعني امكانيه تغيير عرض العمود، اذا كان المؤشر على شكل سهمين متعاكسين بغير عرض العمود، فبإمكاننا نتحكم بعرض العمود داخل الجدول. نفس الشيء بالنسبة للصف، ولكن الصف يكون بالطريقة هاي، بنغير ارتفاع الصف. إذا ممكن نغير عرض العمود ونغير ارتفاع الصف بما يناسبنا. هذا بالنسبة لتغيير عرض العمود وارتفاع الصف. إذا هون أنا أنشأت جدول، دخلت البيانات داخل الجدول، عملت تنسيق للبيانات اللي موجودة، وأيضا تحكمت بعرض العمود وارتفاع الصف. هلا في عنا إذا مثلا في عندي هذا، لاحظت إنه هذا الصف الأخير مش مطلوب، ما بدي إياه ما بيفيدني، فبإمكاني شو أعمل له؟ بإمكاني إني أضلل هذا الصف وأحذفه. طبعا شو كيف بدنا نضلله ونحذفه؟ هلا إذا صار شكل المؤشر بالسهم الأبيض اللي على الجنب هذا، هذا معناته إمكانية تحديد الصف كامل. إذا هاي لتحديد خلايا الجدول. إذا بدي أحدد الصف بالكامل بنضع المؤشر
بجانب الصف ليتحول شكل المؤشر إلى السهم اللي ظاهر أمامنا على الشاشة. هذا معناته إنه أنت بإمكانك تغير أو بإمكانك تحذف أو تحدد الصف. بعد ما حددته بعمل رايت كليك وبروح بعمل حذف للصفوف، حذف للصف اللي موجود أمامي. طب هلا بدنا نحكي كيف بدنا نحدد. نحدد عمود بالكامل، نضع المؤشر ليصير شكل المؤشر بالسهم بالشكل الموجود على الشاشة. إذا هذا السهم لو جبت لك اياه بالانتحار رح تحكي لي هذا وظيفته تحديد عمود. لاحظ كيف بحدد عمود، بحدد العمود بالكامل، بحدد العمود بالكامل. نفس الشيء إذا تغير شكل المؤشر للسهم هون معناته عم بحدد الصف بالكامل. أيضا إذا بدي أحدد الجدول في عندنا هاي الأيقونة الصغيرة، هاي اللي هي المربع فيها أربع أسهم متعاكسات، هاي الأيقونة بتحدد الجدول بالكامل. إذا نحدد الجدول كامل، تحديد عمود أو تحديد صف. طيب في عنا تحديد خلية، إذا بدنا نحدد خلية واحدة بنعمل عليها 3 مرات كليك بداخل الخلية، 3 مرات متتاليات داخل الخلية بحدد لي خلية واحدة فقط. هلا ممكن نحكي ليش شو بستفيد؟ ممكن أنسق خلية واحدة بتنسيق مختلف، يعني هاي الخلية أنا حددتها ممكن أنسقها لحالها مختلف عن باقي الجدول، غيرت لها لون الخط، ممكن أعمل لها باك جراوند زي ما تعلمنا اشتغلنا قبل هيك للنص. نعم، فبالتالي اذا ممكن اتحكم فيهم. طبعا ممكن نستفيد من بعض الاشياء اللي اشتغلنا عليها زي نسخ التنسيق اذا متذكرين، اللي ممكن انسخ نفس التنسيقات من نص الى نص اخر. نعم، اذا ممكن انسخ النصوص، انسخ التنسيقات الموجوده من نص إلى نص آخر، بنستفيد من بعض الأدوات اللي تعلمناها واللي حكينا عنها بدروس سابقة. نعم، نفس الشيء بالنسبة للخلايا اللي حطيناها بالصف الأول. طيب، هذا بالنسبة لإنشاء جدول، إدخال بيانات إلى داخل الجدول، تنسيق البيانات بتنسيق معين. تعرفنا كيف نحدد خلايا أو عمود أو صف. هلأ ممكن نستفيد من تحديد الأعمدة، لذلك لما بدنا نضيف عمود أو نحذف عمود بإمكاننا إنه إحنا نغير أو نضيف عمود جديد. طيب على سبيل المثال، هلأ إذا لاحظنا هون إذا كان المؤشر موجود بآخر خلية بالجدول وعملنا مفتاح تاب، بنلاحظ إنه بينتقل تاب بالخلايا عند ما وصل اخر خليه شو عمل؟ فتح لي صف جديد، وهذا اللي حكينا عنه قبل شوي اللي هي استخدام مفتاح تاب لاضافه صفوف. طيب لو انا بدي اضيف صف ولكن بدي صف بداخل الجدول، هون راح احذف الصف. بدي اضيف صف ولكن بدي طالب جديد بين سمير وبين يوسف، شو راح اعمل؟ راح احدد الصف واعمل رايت كليك. في عنا اداه ادراج، انا ايش بدي ادرج؟ بدي ادرج الصف، هل الصف بدي اياه للاعلى ولا للاسفل؟ طالما انا طلبت يكون بين سمير ويوسف اكيد راح يكون الصف للاعلى. لاحظ هون ادرج لي صف جديد للاعلى، ممكن ارجع ادخل عليه بيانات الطالب اللي احنا نسيناها مثلا، لنفترض احنا نسينا ندخل علامات الطالب مثلا علي، فبالتالي بدرج صف جديد وبدخل فيه علامات او بدخل فيه معلومات الطالب الجديد اللي انا اضفته. نفس الشيء بالنسبه للعمود، اذا انا اكتشفت انه انا نسيت عمود بين عمودين ما بدي اضيفه بالاخير، بدي اضيفه بين عمودين، بنحدد العمود اللي بدنا نضيف قبله أو بعده. نفس الشيء من أيقونة رايت كليك، في عنا إدراج أعمدة إلى اليسار أو أعمدة إلى اليمين، فبالتالي إحنا بنختار وين بدنا نضيف العمود. لاحظ أضاف لي عمود جديد بين تاريخ الولادة والعنوان، فبالتالي بحط فيه مثلا ممكن أحط فيه هون عمود أسميه العمر، عمر الطالب، فبالتالي إنه ممكن أحط العمر البديع. إذا ممكن بعد ما أنشئ الجدول إذا اكتشفت إن أنا نسيت صف أو عمود بإمكاني أضيف الصف والعمود بطريقة سهلة جدا من خلال رايت كليك، إضافة أعمدة وصفوف، أو ممكن أحذف من خلال حذف أيضا تحديد العمود أو الصف ونعمل له حذف أعمدة أو صفوف. إذا إضافة العمود أو الصف أو حذف العمود والصف كله بيتم من تحديد العمود أو الصف ورايت كليك على الخلية. تقريبا هذا كل شيء بدنا اياه لليوم، احنا هيك انشانا جدول. طبعا بدنا نعرف انه اخر حركه عملتها ممكن تتراجع عليها من خلال اداه تراجع. نفس الشيء الجدول بنسيفه باستخدام اداه سيف. لاحظنا انه نسقت البيانات زي ما بنسق اي نص موجود بصفحه الوورد. بنلاحظ مثلا هون هذا عرض العمود بدنا نغيره على ارتفاع الصف عشان يصير متساوي مع جميع الصفوف. ممكن ندخل بيانات جديده على الاعمده اللي اضفناها جديد.
تمام، هيك تقريبا بنكون كملنا لليوم. بتمنى انه اذا في اي ملاحظة طلابي ممكن تراجعوني، بتتواصل معي باي طريقة، على البي 12 او على الماسنجر بامكانك، او على المايكروسوفت تيم، فبامكانك انه تراجعني باي طريقة بدك اياها اذا في اي استفسار على الدروس. يعطيكم العافية، بتمنى اشوفكم الدرس الجديد على خير.